طيب الله أوقاتكم أعزائي المشاهدين بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم وتعليقاتكم حول أبرز الأحداث على الساحة العراقية، كما نستقبل رسائلكم عبر خدمة الواتساب. فاصل ونعود إليكم. ما عليك كهرباء، اعطيني وطن، اعطيني وطن محترم، جنسيتي صارت أسوأ ثاني جنسية بالعالم. اعطيني وطن، كل شيء ما اريد منك، ولك اعطيني العراق، ولك العراق سيد العرب، العراق مخ العرب. هسه العراق صار جوار رجلين، بصيت الله وصيت الجماعة، أهل الخدمة الجهادية. دول الخريجين هم تباعوا لهم، احنا عمرنا ما نريد بعد، انا عمري 53، نعلتنا مع الشريف بيهم، اذا ما يضربنا طرطه يقتلني، هون برجلي. اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين، نتحدث في بدايه هذه الحلقه حول ما كشفته مصادر سياسيه في العراق عن جهود مكثفه يبذلها مسؤولون ايرانيون منذ عده ايام للدفع باتجاه تشكيل تحالف شيعي يستثني رئيس الوزراء حيدر العبادي وتحالف النصر، على خلفية بحسب هذه المصادر على خلفية موقف الأخير المؤيد للعقوبات الأمريكية على إيران من أجل إقصائه عن تشكيل الحكومة. مصدر سياسي مقرب من تحالف الفتح الجناح السياسي لميليشيا الحشد الشعبي أكد لصحيفة العربي الجديد يوم أمس بأن الموقف الأخير لحيدر العبادي دفع الإيرانيين إلى التفكير في دعم تحالف لا يخضع للإملاءات الأمريكية. كشف هذا المصدر بأن التحركات الإيرانية شملت تحالف الفتح وائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق نوري المالكي بشكل أساسي، فضلا عن إجراء اتصالات بتيارات وشخصيات سياسية شيعية أخرى فائزة في الانتخابات البرلمانية. كما أشار المصدر إلى دخول قيادات من حزب الله اللبناني على خط الوساطة بين القوى الشيعية، مؤكدا قيام أعضاء في قائمة الفتح وائتلاف دولة القانون بزيارة لبنان من أجل إجراء مشاورات بهذا الشأن في العاصمة اللبنانية بيروت بين تحالف سائرون التابع لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وبين تحالف الفتح. لفت هذا المصدر إلى قيام حزب الله اللبناني بمحاولات للتقريب بين حلفاء إيران في العراق وتحالف السائرون، موضحا بأن هذه المحاولات لم تنجح بسبب رفض قيادات سائرون الانضواء ضمن تحالف مدعوم إيرانيا كما يقول. مع العلم أنه يعني قبل مدة تحالف مقتدى الصدر مع قائمة الفتح. في نفس السياق القيادة في تحالف الفتح عامر الفايز في تصريح صحفي له قال بأن قيادات في التحالف زارت لبنان مؤخرا من أجل مناقشة مسألة تشكيل الكتلة البرلمانية الكبرى مع قوى أخرى، وأوضح بأن ما جرى هناك لا يزال مجرد حوارات ونقاشات ولم يصل إلى مستوى الاتفاقات. القيادي في تحالف سائرون أيمن الشمري تحدث كذلك إلى صحيفة العربي الجديد وقال بأن تحالف سائرون هو الأحق بتشكيل الحكومة المقبلة، وأكد الاشتراط على الكتل التي تريد التحالف معه الالتزام بالبرنامج الوطني. أوضح بأن تحالف سائرون لا يتمسك بمنصب رئيس الوزراء إلا أنه يشترط في الشخصية التي تتولى المنصب أن تكون وطنية كما يقول. شدد على ضرورة الابتعاد عن مبدأ المحاصصة التي سارت عليها الحكومات السابقة. أعلنت مفوضية ومعروف بأن مفوضية الانتخابات المنتدبة أعلنت الأسبوع الماضي عن نتائج العدوى الفرز اليدوي للانتخابات البرلمانية التي جرت في 12 من مايو أيار الماضي بعد الطعن في النتائج السابقة، وتحدثت بأن جميع النتائج متطابقة، مع العلم بأن نسبة التزوير يعني بتصريحها هي وصلت إلى نسب عالية وبتصريح سياسيين، صرحت بأن جميع النتائج متطابقة من حيث حصص الكتل السياسية ما عدا محافظة بغداد التي تغير فيها مقعد واحد فقط. وفقا لهذه النتائج تحالف سائرون التابع للتيار الصدري
يبقى أول بواقع 54 مقعد، يليه تحالف الفتح الجناح السياسي لميليشيا الحشد الشعبي بواقع 47 مقعد، ثم النصر بزعامة العبادي ب 42 مقعد، تليها كتل دولة القانون بزعامة المالكي، والوطنية بزعامة إياد علاوي، والحكمة بزعامة عمار الحكيم، بنتائج متقاربة تقريبا. مصادر سياسية كذلك أكدت وجود تقارب بين تحالفي النصر بقيادة العبادي وسائرون بقيادة الصدر في محاولة لتشكيل كتلة برلمانية قادرة على مواجهة التحالف كما يقول الذي تريده إيران. أوضح بأن الكتلة في حال تم التوصل إلى تشكيلها ستتوجه نحو إقناع قوي أو قوى أخرى مهمة بالانضمام إليها. العبادي يتحرك باتجاه الأكراد، مسؤولون في بغداد تحدثوا يوم أمس عن محادثات جديدة يجريها وفد يمثل رئيس الحكومة حيدر العبادي مع قيادات كردية بهدف التوصل إلى اتفاق يفضي إلى دعم كردي لحصول العبادي على ولاية ثانية في الحكومة، في وقت يعني تسربت معلومات عن وجود ضغط من قبل الولايات المتحدة الأمريكية على الأكراد لدعم رئيس الوزراء حيدر العبادي والاتفاق على برنامج يعيد تنظيم العلاقة ما بين بغداد وأربيل ويزيل آثار الفترة الماضية وما خلفه استفتاء الانفصال الكردي عن العراق. وتحدث في هذا السياق سياسي بارز في تحالف النصر لصحيفة العربي الجديد بأن حوارات جديدة بدأت مع الأكراد وكانت فعالة وجيدة على حد قوله، وبين بأن هناك خطوات متسارعة لحسم الخلافات مع الجانب الكردي خصوصا مع الحزب الديمقراطي الكردستاني، وأن الجانبين يعملان على إعادة ترتيب العلاقة المشتركة وحسم الملفات العالقة بينهما. أكد هذا المصدر بأنه قريبا سيتم حسم النقاط التي لا تزال قيد البحث فيما يخص كركوك، إدارة المناطق المتنازع عليها، ملفات النفط وغيرها من الملفات التي تعد من الملفات العالقة بين بغداد وأربيل. بيّن بأن حيدر العبادي يعول على الدعم الأمريكي بالتقريب بينه وبين الجانب الكردي للتحالف والسعي لتشكيل الكتلة الكبرى، خصوصا بأن الولايات المتحدة كما قال تدعم حيدر العبادي في تولي ولاية ثانية، كما أن لها تأثير كبير على القيادات الكردية في إقليم كردستان العراق. أكد هذا المصدر السياسي الكردي بأن حيدر العبادي قطع الطريق أمام التحالفات كما يقول الأخرى كالفتح ودولة القانون للتحالف مع الأكراد بعد فتح يده أمام الجانب الكردي ومنح الوعود له. بيّن بأن أي إعلان للتحالف بين الطرفين لن يتم قبل الانتهاء من تقديم الطعون بشأن العد اليدوي ومصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات رسميا. نريد أن نستمع لأصواتكم أعزائي المشاهدين حول هذا الموضوع. هناك تراجع من قبل حيدر العبادي قبل أيام، وتكلمنا في إحدى الحلقات على هذا الموضوع، قال بأننا لن نتفاعل مع العقوبات ضد إيران ولكن سوف نلتزم بها. اليوم البارحة بالتحديد تغير تصريح حيدر العبادي، خلونا نشوف ماذا قال حيدر العبادي حول هذا الموضوع. بصراحة ما قلت التزم بالعقوبات، هاي تقولوها عليه، قلت نعم نلتزم، بس نلتزم بماذا؟ نلتزم بمسألة تحويل الدولار، هم ملتزمين، نفس الجمهورية الإسلامية بنكهم وكذا ملتزمين بعدم التعامل بالدولار، لأن ما يقدر، لأن الدولار تعرفون من خلال الفيدرالي الأمريكي، بالتالي لما تتعامل مع الفيدرالي الأمريكي يوقف الدولار، يوقفه، وقد يفرض عليك أيضا عقوبات بسبب التعامل مع الدولار. يعني يقول إحنا ما قلت أنا راح ألتزم، إحنا قلنا راح نلتزم، يعني هو راح تلتزم أو تلتزم، يعني بما أنه أنت تمثل الحكومة فقط في جانب الدولار يقول، يعني هي العقوبات تشمل كذلك استيراد وقود إيراني وغيرها من المنتجات. خلونا نرجع إلى قبل كم يوم لتصريح حيدر العبادي نفسه عندما تحدث عن موضوع العقوبات الإيرانية المفروضة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. خلونا نشوف ونسمع. تفاعل أحكيها بصراحة، نلتزم نعم لسبب بسيط، دول أكبر من عندنا تلتزم، لأن يعني بالأخير أنت تخسر، يعني مرة أنا ما راضي عليها
بس كوني ما راضي عليها لا راح أقدم لك خدمة وأذي نفسي، وهذا غير مقبولة. بالأخير إنه هل أنا كرئيس وزراء العراق يعني يجوز لي أن أعرض مصالح المواطنين العراقيين للضرر لأن فقط أريد أوقف موقف هالشكل؟ مبدأ أنا أعلنت موقفي الآن، إحنا ما نتعاطف مع العقوبات ولا نتفاعل وياها بصراحة، ولا أيضا نعتبرها صحيحة، نعتبرها خطأ جوهري واستراتيجي، بس نلتزم لحماية شعبنا أكثر. نعم، يعني ماكو اختلاف نلتزم، وبالثاني قال أنه ما قلت أني ألتزم، قلنا نلتزم. يعني ما أعرف، أنه يبدو أنه السياسيين في العراق ومن 2003 ولغاية الآن يعني اعتادوا، مع الأسف أقول هذه الكلمة، الكذب. يعني شو ما نقول بالعراقي، عيني عينك، يكذب عليك اليوم يتكلم، واليوم هم يتكلم نفس السياق بس يحاول يغير سياق الكلام. معنا اتصال أبو محمد من تركيا، تفضل أبو محمد. السلام عليكم. السلام. وعليكم السلام ورحمة الله. الله أخي الكريم، هؤلاء يعني ماذا نقول عنهم؟ هم عبيد لإيران. نعم. دائما يقدمون الولاء الطاعة لإيران، وتراهم أيضا في الصور غير يعني بلا حياة، يقبلون أيدي خامنئي أو أيدي روحاني، وهؤلاء يعني تبع لإيران ولا يمثلون أي مواطن من العراق أيا كان من أي طائفة. وشعبنا في الجنوب الآن يعني ذاق الأمرين منهم من 2003 لحد الآن، بالإضافة إلى اعتداءهم على مقدسات أهل السنة وعلى قيمهم ومبادئهم. هؤلاء لا يمثلون إلا ولاية الفقيه، وشاءوا أم أبوا هم عملاء لإيران. وبعد الاحتلال، من الاحتلال ولحد الآن لم نرى خير يقدموه لشعب العراق. هذه الحجج بأنه نحن لن نضحي بمصالح العراق، هذا كلام لا يستند إلى حقيقة. الواقع كلهم يعيدون العقوبات، حتى ذاك المقبور عبد العزيز الحكيم أول الاحتلال يقول بدون تجاوز. أبو محمد، أبو محمد أرجوك، أرجوك أبو محمد، بدون أي تجاوز لا على الأحياء ولا على الأموات، أطرح فكرتك بكل احترام، أرجوك تفضل. لوعوا قلوبنا، ما تقول يعني إلى متى، إلى متى هذا الحال؟ احنا مو متجاوزا يعني، ولكن هم لو يملكون ذرة من الأخلاق والقيم كيف يتجرؤون يقولون نحن نعطي يعني كأنما غرامة ألقاها لإيران نتيجة عدوانها على العراق في 80 إلى 88؟ من اللي بادر؟ هم اللي اعتدوا على العراق، وهم اللي يرادوا يحتلوا العراق ويجعلوا ضيعة لإيران، والآن هؤلاء يمثلون تبعية لإيران. عيب، كافي كافي، خلي يستحون على دمهم. الشعب إن شاء الله وعى المسألة، إن كان شيعة أو سنة أو أقليات، أو وعوا المسألة بأن هؤلاء لا يمثلون إلا أنفسهم ولا يمثلون العراق بأي صفة من الصفات. نعم. أبو محمد من تركيا كان معنا. معنا اتصال أبو حكم من بغداد، تفضل أبو حكم. أعرف أبو حسن، تفضل. أعرف هم كلهم دول السفلة واعطك على الدار. أبو حسن، أبو حسن شكو شبيك، شو داخل علينا حامي؟ تسمعني أبو حسن؟ انقطع الاتصال مع أبو حسن. يعني يبدو أنه التصريح حيدر العبادي بالتزامه بالعقوبات، والبارحة يقول إحنا قلنا ما قلت ألتزم، قلنا نلتزم، نفس التعبير بموضوع الدولار فقط. يعني يأتي هذا في سياق التأكيد اللي أشرنا عليه في بداية الحلقة بأنه هناك تراجع بموقف رئيس الحكومة بسبب أن إيران الآن تفكر بدعم شخصية ثانية لتولي رئاسة الوزراء في العراق، ولهذا جاء هذا التغيير. لم يتغير شيء في التصريح، ولكن محاولة تجميل صورة التصريح الأول بالتصريح الثاني. معنا اتصال مصطفى السيد من مصر، تفضل مصطفى. السلام عليكم أستاذ عمر. وعليكم السلام ورحمة الله. يا سيدي، بالنسبة للمعتوه المجنون حايدر، أنت حضرتك بتتحفظ على الناس، أرجوك يعني ما تتحفظش على حد. أولا سيب الناس تتكلم، سيب الناس تتكلم بصراحة. إحنا من حقنا أقسم لك بالله لولا بتحكمنا ضوابط أخلاقية، ولولا بتحكمنا قيم ومبادئ، لكنا عملنا، كنا كسرنا الدنيا، كنا فحرنا الأرض بإيدينا. فسيب الناس تتكلم حضرتك بمنتهى الصراحة، وسيب الناس تعبر عن غضبها. الناس في حالة غضب، الناس في حالة استعمار، الناس في حالة قطع،
عقل ونهب وتدمير. سيب الناس تفكر، سيب الناس تتكلم على مسؤوليتها الشخصيه. واسمح لي، ما تخافش على القناه ابدا، القناه محفوظه بحفظ الله عز وجل. لا اخي مصطفى، احنا نتكلم على جزئيه انه ما نريد اي احد يتجاوز هذه الجزئيه. كان عدوك ولا صديقك هذا مو لايق فقط. تفضل. كل الحرمات، انت مش حاسين بالنار اللي احنا فيها؟ انت مش حاسين بالنار اللي احنا فيها؟ انت مش حاسين بالعار اللي احنا فيه؟ اوضح لك اكتر، انت عارف احتلال يعني ايه؟ وانت حضرتك احتلال، احتلال يعني استعباد، احتلال يعني اهانه، احتلال يعني انتهاك اعراض، احتلال يعني ان احنا صوتنا ما لناش قيمه وهو التكلفه. بنموت بكل الدول في كل الجمهوريات بسبب العصابه اللي عندك، بسبب العصابه اللي مسؤوليه عن الحكم. نحملهم قتل المصريين، ونحملهم قتل الليبيين، ونحملهم قتل اخواتنا في بورما وفي افغانستان وفي كل العالم. هم دلوقتي اصبحوا ممثل الكفايه، كل بيرمي عليهم المدارس بتاعتهم. فحضرتك ده عصابه، عايز انت راجل مسؤول، راجل مختل عقليا، سواء تتفق معايا او ما تتفقش. وانا طالبت يا حضرتك بان تجيبوا لنا حتى دكاتره نفسيين، هاتوا لنا دكتور نفساني يحلل شخصيته. يا عارف الراجل ده مجنون، مختل عقليا. العالم الراجل ده عنده كره للشعوب، عندهم كره وهيموتوا الشعوب كلها. لازم نشوفوا حاصل يكون دول، يعني موتوا يعني عيشوا في وطننا بكرامتنا. مش هينفع الكلام ده، احنا انفضحنا يا عمي، احنا مش عايزين نقعدوا في بيوتنا يا عمي. عمي الناس ده احنا مش في وطننا، والتلاقي الامريكي قاعد لك على بيت اوضه النوم بيقول لك ريح يا حبيبي. احنا مش في وطننا يا عمي، احنا متحدين في وطننا يا عمي، احنا بنتعامل من الدرجه الرابعه. احنا انفضحنا يا عمي، مش عارفين نشتغل ولا نعيش بسبب العصابه دي. ابوس ايديكم، شوفوا لنا حل يا شعب العرب، خلينا نخلصوا من الثوره، ولاد الثوره، ولاد المسلمين، ولاد المسلمين الصادقين الارهابيين المسلمين، وعاد الشعب العراقي البطل ومستفيدين معاه. ما بتخافوش، ما بتهزوش، ما بنطلعوش الا لله. بتخافوا من اي كلب، اي كلب في الوطن العربي على جسمك، على القنداره، على وجهك، وجه ابوك ووجه اللي تكدس له، وهتكلموا بعض الفرصه، واللي عارفه عارفه، واللي مش عارفه يثبت لنا العكس. شكرا مصطفى السيد من مصر. رسالة على الواتساب يقول: هكذا هو حزب الدعوة وقادته يلون الكلام محترفو الكذب والخداع، وهم خدم وأذناب لإيران. يقول: تراجع العبادي عن موقفه بعد الضغط والهجوم الذي تلقاه من الميليشيات الإيرانية وإيران التي رفضت زيارته بسبب موقفه هذا، فلننتظر من الولايات المتحدة الأمريكية. هذا هو الرجل الذي تدعمه لولاية ثانية. فعلا أثبتت الإدارة الأمريكية فشلها بإدارة الأمور قياسا بالعقل الإيراني الخبيث. معنا اتصال من ديالى. أبو حيدر، تفضل أبو حيدر. أبو حيدر اسمعني أبو حيدر. وعليكم السلام ورحمه الله. تفضل ابو حيدر. تفضل. ثاني بالنسبه السيد العبادي، السيد العبادي مثل شخص صاعد بسفينه في بحر ودار مدار حجار وتماسيح. صوتي واضح؟ حلو. نعم نعم اسمعك، تفضل. سيد العبادي وكلمه مثل صاحب سفينه، داخل سفينه وداخل بحر وداخل مدار حياتين وتماثيل. يعني هاي الاحزاب الموجوده هنا، الاحزاب الموجوده مرتبطه بدول، دول مجاوره، بدول قويه. العبادي لا حول ولا قوه، لا حول ولا قوه. بالبدايه طلع امام الناس قال انا مع العقوبات، يعني اذا يرفض العقوبات امريكا راح تعاقبنا، واحنا ايش باقي بنا؟ يعني احنا عايزين عقوبه امريكا. صار عليه ضغط قال لا انا بس مجرد الدولار. العبادي حاليا، انا نصيحه من عندي انا كمواطن عادي عمري يتجاوز 70، نصيحه لله العبادي ان يبرئ ذمته امام الله، يستقيل ويبتعد عن هالمنصب هذا، لان هو يريد شيء وما يقدر يسوي شيء. يعني انا من شفته من يوم اللي اجى الحكم ولحد اليوم سوف اعاقب، سوف احاسب، سوف احاسب الفاسدين، سوف اسوي كذا، سوف لحد اليوم ولا اطبق سوف وحده، لان ما يقدر. الاحزاب الموجوده بالعراق مرتبطه بدول اخرى وخاصه ايران،
وهي عصابات عصابات منظمة. الحل الوحيد الحل الوحيد أن الله سبحانه وتعالى ينصر المتظاهرين. الله سبحانه وتعالى ينصر المتظاهرين يطلعوا من الجنوب من الشمال من الرمادي من النجف من أي مكان. الله ينصر الآن الشعب اللي طلع المظاهرين وكل واحد طلع للشارع الله إن شاء الله يستر عليه. وكل واحد باقي بالبيت أقول له خلي عندك غيرة، امرأة عمرك 80 سنة تطلع وانت قاعد في اللي تتفرج. كلنا باكر واجه رب العالمين وأرجو أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوصل المتظاهرين. هاي التظاهرة الأخيرة هم الحل بيد الشعب أن غير كل شيء. نعم نعم أبو حيدر، أشكرك أبو حيدر من ديالى كان معنا. نرجع لموضوع التصريحات حول موضوع تشكيل الحكومة برعاية إيرانية ومسؤولين الآن في بيروت لرعاية هذه المفاوضات يرعاها حزب الله. طبعا تحدثت تسريبات عن ضغط من قبل الولايات المتحدة الأمريكية على ما يسمى بمعسكري الأكراد في أربيل والسليمانية لدعم العبادي لولاية ثانية والاتفاق على برنامج ينظم العلاقة بين بغداد وأربيل. وفقا لهذه المصادر في أربيل فإن الولايات المتحدة حتى الآن تدعم العبادي لعدم وجود بديل مقنع كما تتحدث هذه المصادر من بين الأسماء المطروحة لرئاسة الوزراء خلال الأشهر الثلاثة الماضية. وتحدثت النائبة عن الحزب الديمقراطي الكردستاني أشواق الجاف بأنهم يسعون للذهاب إلى بغداد بوفد واحد، وأضافت لقد وجهنا دعوة إلى كافة الأحزاب الكردية وقد استجاب الاتحاد الوطني لدعوتنا، وأكدت بأنه في حال عدم استجابة الأحزاب الكردية الأخرى لهذه الدعوة فإن انتظارنا لن يطول لها وسنبدأ الحوارات. أشارت الجاف إلى عدم وجود خط أحمر لدينا على أي شخصية في بغداد، ونحن لا شروط لدينا، وإنما من حقنا ومن أساس النقاش هو تطبيق الدستور كما تقول بروح القانون وليس بروح المزاج السياسي، وأن يتم تحقيق العدالة كما قالت بين كافة أبناء الشعب العراقي. معنا اتصال أبو أحمد من الرمادي، تفضل أبو أحمد. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل أبو أحمد. هذول بالنسبة للصار ما بيهم شيء، يعني هذول الشغلة هسه صارت كلها بإيران مو باليوم، وما يقدر يتحكمون هم بعض، لأن يعني أوامرهم كلها تجي من إيران وهم كلهم أحزاب متنفذة ميليشيات إيرانية. وهذه مثل هذه الأمريكية الكل بالكل هي دمرت العراق، هي صفي العراق، وإحنا العراق ما صفي إلا جيش النظام السابق والضباط القدامى هم اللي صفون البلد من هاي العصابات. وأنا يعني عندنا بالجنوب يعني أن يستمرون مظاهراتهم ويخلصون من هذه الطمرة الحاكم هاي أصابات. أحمد وين موضوع السيادة اللي الجماعة يصيحون ليل نهار عليه؟ إذا إيران زعلت على عبادي ما راح تدعمه لولاية ثانية، وإذا الجماعة قاعدين ببيروت برعاية حزب الله حتى يشكلون الحكومة. بالنسبة هذولا ماكم ما أثر فيهم دوليا، هذولا عصابات، هذولا عصابات متنفذين من قبل إيران. ما حرامات يعني ما عاد يقول إحنا عندنا حكومة عراقة وكيان عراقية، ما عاد عندنا متنفذين الميليشيات، يعني لا عندنا لا وزارة الدفاع ولا وزارة الداخلية ولا كل شيء، ما عاد عندنا. احنا هسه بلد سايح ترى سايح الميليشيات، فاحنا نطلب من الله والجامعة العربية والدول العربية ينقذون الشعب العراقي. ومجلس الامن الدولي انه صفنا العراق من هاي العصابات. احنا الشعب العراقي انتهى بعد، انتهى الشعب العراقي، راح اموالنا راحت، اموالنا انتهت، لا عندنا جيش منظم، كلها عصابات وبلد فارغ. احنا ندعي يا اخواننا اهل ثوره العشرين المشهود لهم من قبل الفرات الاوسط والاهل الجنوب اهلنا ان يستمرون بهذه العمليه، وأهل الشعب العراقي بالكامل لان نظل مع اهلهم بالجنوب والفرات الاوسط. واشكر الاستاذ عمر. شكرا أبو أحمد من الرمادي. أعزائي المشاهدين مستمرون معكم بتقديم هذه الحلقة، نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم.
أهلا بكم جديد أعزائي المشاهدين. طبعا مطالبة دفع تعويضات إلى إيران ليس فقط من الجانب الإيراني، يعني هذه المطالبات هناك شخصيات سياسية منذ العام 2003 أول ما جاءت رجعت من إيران إلى العراق طالبت بدفع مبالغ مالية كبيرة، هناك من يعني قال 600 مليار دولار، هناك من تحدث عن تريليون، وهذا لأن العراق على أساس العراق اعتدى على إيران في ثمانينات القرن الماضي. اليوم جلال الدين الصغير يتحدث ويدافع عن هذا الموضوع ويقول بأن هناك يدعي، وهو ليس هناك طبعا قرار من مجلس الأمن يوجب على العراق بدفع تعويضات، هذا الكلام لا صحة له في القانون الدولي ولم يصدر أي قرار بهذا الصدد. جلال الصغير يقول بأنه مع صدور قرار من مجلس الأمين على العراق بدفع تعويضات 1100 مليار، يعني يتوافق كلامه مع كلام مستشارة علي خامنئي 1100 مليار، ولكن إيران يقول خطية، يعني قالت يعني العراق بيعوض يحس احنا حتى ناخذ من عنده فلوس. والله خلونا نسمع كلام جلال الصغير ونرجع نكمل هذه او هذا الموضوع. الرد الطبيعي دولة جارة مسلمة صبرت على العراق، القانون الدولي يقول لها روحي اخذي تعويضات على الحرب العراقية الإيرانية 1100 مليار دولار. في قرارات مجلس الأمن الدولي وقرار 598 على العراق أن يدفع تريليون ومئة مليار دولار إلى الجمهورية الإسلامية تعويضات عن الحرب. سكتوا وقالوا العراق بمحنة ومو يمه العالم، إحنا ولا فد يوم فتحة والحديث تروح تتحارش بالأمر بهاي الطريقة. عمي ويا شعبكم ما جبتوها، وهي خيرات شعبكم هم ما حفظتوها، الدور رايحين على الآخرين. دولة أمريكا نفسها ما قادرت لها تروحون تتحارشون هالحرشة اللي ما إلها لا مسكة من دين، لا مسكة من وطنية، لا وضع دستوري، لا وضع سياسي، كل القراءات مقلوبة بهاي الطريقة. ليش؟ نعم، يعني شاهدنا واستمعنا إلى ما قاله جلال الدين الصغير. معنا اتصال أبو ناصر من تركيا، تفضل أبو ناصر. السلام عليكم أستاذ عمر. وعليكم السلام ورحمة الله. حيا حضرتك أستاذي العزيز. حياك الله يا أهلا بك. هذا قناة الرافدين. أستاذ عمر، هو هذا اللي يصير، كل من يوقف ضد إيران حتى إذا كان موقفه مجرد لوقت محدود، ويجيك واحد من هذول الفسالة ويقول لك إيران ما إلها أي علاقة بتسيير أمور العراق. يعني كل العالم اتخذت إجراءات ضد إيران بعد فرض الحصار الأمريكي عليها إلا العراق. ماكو أحد من ذولا الأذيال يوافق على الالتزام بالعقوبات. نعم. وبعدين العبادي شو وقت هو قاد شعبه وفاده خلال الفترة الماضية حتى هسه يصرح كل يوم بتصريح بأنه مع مصالح الشعب العراقي، واللي ذابحين نفسهم على إيران وملال إيران خلي يشوفون شلون الشعب الإيراني دا يطلع التظاهرات ويهتف الموت للدكتاتور اللي هو الخامنئي، برأيهم هم لنفسهم شعب إيران، يعني شعبهم ما يريدهم وأنتوا تدافعون عنهم. يعني سبحان الله، شنو هالعمالة المستميتة الملالي إيران؟ يعني تريدون تردون الجميل إلهم لأنهم شكلوا الميليشيات اللي دمرت البلد وخطفت وقتلت وهجرت الملايين من أهل السنة، وبعدها نهبوا وسرقوا ممتلكاتهم. يعني بس نريد نفهم، يعني هي بأي وقت إيران كانت توقف جانب الشعب العراقي؟ نعم. كل تاريخهم زين، وين هذا القرار؟ يقول اكو قرار 598 ينص على 1100 مليار تعويضات يدفعها العراق لإيران. سامع التبهيج قرار؟ خاف احنا غلطانين اكو ايش قرار؟ لا، على كل الاحداث اللي تصير واسمع الاخبار واتابعها ما سمعت بحياتي هيك قرار صدر. نعم. اول مره بحياتي سمعت بانه العراق لازم يدفع تعويضات لإيران. نعم. بسبب الحرب اللي فرضت على إيران حسب قوله هو سمعته بخلال لافتة لقيتها بأحد المناطق الشيعية معلقيها بالشوارع مكتوب عليها دفع تعويضات لإيران، واللي كاتب اللافتة واللي يطالب الشعب بأنه يدفعون والحكومة تدفع لإيران ما
هو عبد العزيز الحكيم. هذا أول مرة شفته بحياتي من بعد ما رجع من إيران ودخل للعراق. أول شيء قام به هو يريد أن يدفع تعويضات الإيران، مع العلم يعني إيران هي اللي بدأت الحرب، وكل العالم يعرف هي اللي بدأت الحرب وهي سببت بدمار العراق ومليون شهيد والأرامل واليتامى، والعراق ما صدر قرار عن مجلس الأمن بوقف إطلاق النار بين العراق وإيران إذا ما وافق عليه، وإيران ما صدر قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار إلا ورفضته، إلى أن اتجرع والسن حسب قول الخميني، وبعدين يلا وافقوا على القرار. وهسه يطلع لك هذا ويطلع لك ذاك ويدافعون عن إيران ويقولون زين أنتوا تشوفوا شعبكم، أنتوا شلون عايش شعبكم؟ لا. يعني أنتوا متنعمين بخيرات البلد والفايض مالها تدزوا لإيران وتردون تنطوا لإيران، وشعبكم كاتل الجوع وكلهم عاطلين عن العمل. يعني شنو هالعمالة هاي المستميتة؟ بس أريد أفهم شنو هالعمالة. بعدين يعني مثل ما قلت لك أستاذ عمر، كل تاريخهم هم يكرهون العراق وشعب العراق، وده نشوف ونسمع شلون يجهزون ميليشياتهم بالأسلحة اللي تفتك بالشعب، وطبعا وبعلم الحكومة وإشراف وزارة الداخلية، ووزير الداخلية قاسم الأعرجي هو وزراء يقومون بتوزيع السلاح على الميليشيات. يعني العجيب كل المسؤولين يصرحون يجب حصر السلاح بإيد الدولة وهم يوزعون السلاح للميليشيات. شنو هالتناقض هذا؟ ما صايرة بكل دول العالم، ما صايرة. يعني عيب، أنا والله أقول عيب على رجل يصرح بتصريح وهو بمنصب رئيس وزراء، وبعد هيك فترة كلش قليلة يلحس هذا التصريح ماله، وخوفا على المنصب اللي هو به. يعني أنت شو تريد من هذا المنصب؟ تريد عمرك كله تبقى بهذا المنصب؟ يوقف موقف واحد ويا شعبك، موقف واحد خلي الشعب يتذكر بأنه أنت وقفت موقف واحد وياه. يعني هي يعني هم عمالة وهم فساد وهم إجرام، وفوقها كذب. رئيس وزراء، منصب رئيس وزراء، رجل رئيس وزراء ويكذب، عيب عليك والله. تبقى دقيقة واحدة بمنصبك وانت رجل تكذب على شعبك، وكل مواقفك انت تكذب. ويطلع لي هذا جلال الصغير يوم بعد يوم يثبت عمالته لإيران ويفضل الملالي على كل شعب العراق. يوم يدعو الشعب يا بلا سافلوا النسلة، ويوم يدعو الشعب يا بخلوا طوافة لأن التانكي هذا ينقض قطرة 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 مال المي، وبعدين هذا المي دايرو حدر. ويوم يطلع ادفعوا لإيران من بعد ما تصريحه أول ما صرح به هو هذا تصريح بدفع ال 1100 مليار دولار لإيران، طلعت هاي المعصومة ما أدري شو يسموها وطالبة معصوم، نعم، وقامت الطالب وطلعوا هم بقوي طالبون. نعم. يعني انتوا الى متى تبقون عملاء الايران؟ يعني انتوا ما تشوفون شعبكم؟ يعني المفروض والله العظيم استاذ عمر، المفروض هذول ما يبقون بارض العراق، لا هم ولا ميليشياتهم وكل الموجودين بالعمليه السياسيه، حتى اللي موجودين بالعمليه السياسيه من اهل السنه اللي باعوا اهلهم لاجل ايران وديرغضون ويلهثون وراء ايران في سبيل يحصلونهم على منصب. المفروض كلهم ما يبقون هذول بالعراق، المفروض كلهم تتقدر اموالهم ويطردوهم ويحلوهم سحل بالشارع. لكن ان شاء الله انا مثل ما قلت لحضرتك واكثر من مره اقررها، ان شاء الله ايامهم قريبه وما بقى لهم في بارض العراق. اشكرك ابو ناصر من تركيا، كان معنا اتصال الغريري من بغداد، تفضل الغريري. السلام عليكم. سلام. وعليكم السلام ورحمه الله. ابدا كلامي بقول الله تبارك وتعالى في سوره المائده، بسم الله الرحمن الرحيم، لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. فتثنية على كلام الأخوة السابقين يقولون إلى متى تبقى هذه الحكومة عميلة وأموال الإيران، أقول هذا جزء من العقيدة. هؤلاء عقيدتهم هي حرب المؤمنين أينما كانوا. يعني إذا اسمح لي أستاذ عمر، قبل شوية إذا أشوف مقطع هذه يسمونها النائبة في هذا البرلمان الحرامية عواطف نعمة، تقول يجب على العراقيين أن يقدموا أنفسهم قرابين من الجمهورية الإسلامية، لأن الجمهورية الإسلامية هي التي من احتضنتهم وساعدتهم في القضاء على سلطان الحكيم. خد قدم نفسها، يعني هي قربان، يعني خد تبدي بنفسها. أكيد أكيد يا أستاذ عمر. نعم. هو بالحقيقة هاي الحكومة هي من قدمت نفسها قرابين، زين، لأنها صارت العقوبة بيد إيران، وصارت السكين التي تذبح بها ايران الشعب العراقي.
يعني اليوم ينادونا ب يعني ألم فيهم قتل ملايين من الشباب العراقي، والله أصفر شاب عراقي مقتول بريء وظلما على أي حال الحكومة إعادة إيران، وبعد من الأرض من في إيران بين هؤلاء الأوباش، هؤلاء الذين تاريخهم أسود في شهر الإسلام والمسلمين. أستاذ عمر بالحقيقة يعني إحنا مع هذا نقف اليوم على هذا القرص المجلس، لكن والله الأفعى هي أمريكا، ولولا أمريكا ما استطاع هؤلاء الصعاريخ أن يقتربوا من أرض العراق. أمريكا هي من أعطتهم الضوء الأخضر، مثل ما قال المرحوم عارف ضاري ألف رحمة على روحه، قال أمريكا هي أسس البناء. وحتى دكتور مثنى دائما أكد على الموضوع هذا، فالقضية قضية يعني لو نظرت الآن إلى ما تفعله أمريكا تجاه تركيا وانهيار العملة التركية، هذا جزء من مخطط الدول العربية والإسلامية. العراق كان دولة قوية فأسقطتها أمريكا، لأن يعني العراق صار دولة قوية يملك سلاحه ويملك غذائه وصار بلد متطور، فجلس الجيوش وهيئوا العمالات في المنطقة وأسقطوا صدام حسين وسلموه لآلة أعدائهم وهم إيران. يعني بلغ من حقدهم عن العراق أنهم سلموا العراق إلى إيران التي وصفوها بمحور الشر كما قال بوش الشبت. فإذا يا أستاذ العزيز أبو خطاب، بالنسبة لحكومتنا يعني أقول للشعب العراقي يعني في معقولة تأسبون على هؤلاء رئيس الوزراء ونزلوك، هؤلاء لا قيمة لهم، هؤلاء لا شرف لهم، هؤلاء لا أخلاق لهم، هؤلاء والله لا عرض لهم، هؤلاء مستعدين أن يبيدوا العراق عن فكرة أبيه كما فعل بشار الشعب السوري من أجل إيران، إرضاء إيران وإرضاء إسرائيل ومن أجل بقاء بالكراسيم. يعني بنشوف هذا الدراما طلعوا على قناتكم هذا الوزير اللي راح لإيران وقالوا له تعاون إيران، وقالوا لا والله هذا بلد العراق. يعني ذكرت محمد إقبال راح لإيران وقدمت إيران بين وجهة صدر قرارات دمرت التعليم في العراق، فما بالك بقية الوزارات. وهؤلاء كلهم خونة، كل الستاف الموجود الآن في الحكومة العراقية خونة مجرمين والله العظيم، ولا يملكون لا إيمان لا بالله ولا باليوم الآخر، لأن الله يقول ولو كانوا يؤمنون بالله وما أنزل على النبي ما اتخذوهم أولياء. اللي عنده دين وعنده خلق الله وعنده شرف وعنده أمانة ما يتخذ هؤلاء القتلة قاسم سليماني والخامنئي المجرم ولا تستفيه يتخذهم أولياء ويذبح الشعب العراقي. أستاذ عمر هدم المساجد، حرقوا المصاحف، اغتصبوا الرجال والنساء، هتكوا الأعراب، الاعتقالات مستمرة الآن حتى في جنوب بغداد. أنا قلنا لحد الآن اعتقالات مستمرة بالأسبوع 4-5 مرات يداومون من المناطق الجنوبية في جنوب بغداد ويعتقلون الناس. والآن العبادي غير تصريحاته، والله أني لا أبدا هم هذا المنافق سبحان الله. صدق رسول الله قال تجدون شرا ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. هذا من ناحية يضع على أمريكا هي ولي التعمته وهي من الصدقه، من ناحية يخاف الإيران وعمل إيران يغتالونه، لكن والله ما يقدرون وإن شاء الله يظهرون. الله سبحانه وتعالى كلامه دستور ونص، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، فإنما نعد لهم عدا ويكيدون كيدا وأكيد كيدا. والله حوبة الشعب العراقي ما تروح بلاش أبدا والله العظيم، وسيأتي اليوم الذي يثور الشعب هذا بأكمله سنة وشيعة عربا وأسرادا على هؤلاء المسلمين. لكن أقول بعد هناك الناس يعني يمكن مخدوعة أو مستفيدة، لكن سيأتي اليوم ولا محالة أن تسقط هذه الحكومة العميلة المجرمة التي لطخت أيديها دماء المسلمين ودماء الأبرياء. كان معنا نقرأ رسائل الواتساب، يقول السلام عليكم، تحية لقناة الرافدين. أخي العزيز عمر، العبادي أداة من أدوات إيران وخلص فيلم كما يقول، واحترق من بداية الميليشيات بتهديده، وهذا برهان على تسلط الميليشيات الإيرانية على الحكومة. فيا أخي العزيز، كل الجيش والشرطة والميليشيات تابعة لإيران كما يقول، فالعين بالعين والسن بالسن، يهددون الشعب بقوة السلاح، فيجب على الشعب حمل السلاح وضرب كل مقرات الميليشيات حول بغداد وضواحيها. هذا طبعا احنا دائما نأكد مرسل الرسالة أو المتصل هو يعبر عن رأيه الخاص، احنا ما نتبنى الآراء، نعرض هذه الآراء ونود دائما أن تكون يعني الاتصالات والرسائل تكون في صلب الموضوع وبعيدة عن أي تجاوزات. رسالة أخرى يقول السلام عليكم، يقول السلام عليكم، تحية لكافة كادر قناة الرافدين ولكافة الأخوة والأخوات المتابعين. قديما قالوا إذا لم تستحي فاصنع
إذا لم تستحي فاعمل ما شئت كما يقول، فاصنع ما شئت. هؤلاء الساسة العراقيين لا يستحون أبدا، فمنهم السارق ومنهم المزور ومنهم المجرم، قائد الميليشيات مجرمة، ومنهم المرتشي، وكلهم فاسدون بامتياز. وكذلك في الوقت نفسه يطالبون العراق بدفع تعويضات، ولا يطالبون إيران بإعادة الطائرات التي سرقتها من العراق أبو نور الحسن من بغداد. رسالة أخرى يقول إن العراق أصبح في وضع حرج لأن حكم الملالي في طهران يحاول جر البلاد إلى حرب ومواجهة اقتصادية مع الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا عن طريق العملاء والمعتوهين أمثال حيدر العبادي، فيجب على شعبنا النهوض والثورة ضدهم المختار من الحلة. رسالة أخرى يقول السلام عليكم، تحية طيبة من جنوب العراق إلى الصوت الوطني الشريف قناة الرافدين البطلة. متى ما تم القضاء وإنهاء حكم الأحزاب السياسية والإسلامية وإرجاع العراق إلى حاضنته العربية، سوف يكون هناك بلد يستحق العيش فيه بعزة وكرامة. فهؤلاء الحاكمين والمتربعين على عروش الحكم جميعهم ودون استثناء هم عملاء وخونة فاسدين لصوص مجرمين، سمى نفسه العراقي الأصيل. نعم، اليوم طبعا أعزائي المشاهدين وحدة إيكونوميست استبعدت بغداد مجددا من المؤشر العالمي لرفاهية العيش. المؤشر طبعا لم يشمل عددا من العواصم التي عدها الأكثر خطورة في العالم مثل بغداد وكابل، فضلا عن بقاء العاصمة السورية دمشق في الترتيب الأخير. احتلت العاصمة النمساوية فيينا الترتيب الأول ضمن المؤشر، والمقياس يعتمد على مؤشر الرفاهية وجوانب أخرى كالصحة والتعليم والبيئة والأمن والمساواة الاجتماعية والتنمية البشرية، وكذلك يأخذ بعين الاعتبار ظروف المعيشة والحريات العامة، كما يعتمد القياس على مدى شعور المجتمع حيال الحكومة ودرجة الاستقرار. يعني حتى استبعد المؤشر العاصمة بغداد، ما خلاها في اللستة. كذلك اليوم طبعا منظمة ديالة لحقوق الإنسان تحدثت بأنها سجلت 6 حالات انتحار خلال الأسبوعين الماضيين في المحافظة. رئيس المنظمة طالب الخزرجي تحدث بأن المنظمة سجلت في الأسبوعين الماضيين 6 حالات انتحار، 3 منها انتهت بالوفاة فيما تم إنقاذ البقية، وأضاف أن هناك أسباب متعددة تقف وراء تصاعد حالات الانتحار في العراق، منها العوامل النفسية والاجتماعية والاقتصادية. معنا اتصال أبو عمر من السليمانية، تفضل أبو عمر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله. سريع، عندي نقطة ما أدري باقي دقيقة دقيقة على البرنامج. تفضل. مسألة إيران غير العراق أستا بالأخير تلاحق ورا حيدر، حيدر محكم بيكم زين، من حزب الدعوة ومواليدكم، بس شنو اللي غيره؟ شنو عليكم أن تعرفون اللي غيره؟ اللي غيره مو هو ما يتغير، بس اللي غيره قال له أريدك أن تكون كيفما أريد أنا. الأمريكي هو اللي غيره، ضمانات مالية وضمانات على حياته، وقد يضحكون عليه يقول له راح تستمر 4 سنوات. شنو اللي يتغير؟ هو الرجل أول البارحة قال ما نتفاعل وملتزمين، هسه يقول ملتزمين بس بموضوع الدولار. وين الفارق بالتغير؟ هذا يسمونه استاذ عمر، اسمح لي، هذا يسمونه نفاق سياسي، هو لازم يسويها خد وعين. نعم. فانتوا يعني شوف الناس تتهجم عليه، هو ما بيدش يا عمي، هو بيد الحاكم الفعلي الامريكي. ثانيا استاذ عمر، ما تفكر بلاعل الفجر، خلي يكون بعلمك هذا الاحتراق، هذا ثارات شو ثارات الحسين والعباس، هذا ثارات المخاطر اللي عتيدة للفجرات. وثانيا يقول لك احنا ندمر البلد بعد اكثر واكثر، على مود يحتاجونا بالبنزين بالغازوايد بالدول، ما سيارات يحتاجون، هذا يغذي المنطقة الوسطى الشيعية كربلاء والديوانية وهالمناطق. هذا بين استاذ خلي يكون بعلمكم، هذا اكدوا عليه.
هذا يعني سارات مخازن العديدة وعلى بود يرجعون عشان يدخلوا هو والنقطة الثالثة هو أن يدمرون المنطقة أكثر وأكثر. أما ما لطعن الجلال هذا أجلكم الله الحقيقة الدجال كافي ولا تجاوز مليار مفتوح أبو عمر. نعم 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 تفضل. كنوز الدولة العراقية مسحتوها مسح ولك خليت البنك المركزي العراقي مديون 150 200 مليار دولار ديون داخلية وخارجية ولك وين اسألوا على بنك الخمس اسألوا على بنك الخمس أنا أعرف البنك الخمس البنوك من تدخل الأموال تتوزع على شكل مشاريع رواتب إعانات هل مثال هذا بس بنك الخمس الثاني ماكو راح يكون مصيره مثل بنك الخمس الأخوي ولك بنك علي بن ابي طالب القبر ماله ولك ولكم بنك الحسين بنك العباس ابو راس الحار بنك موسى القابض علي الهادي والحسن العسكري بنك المهدي ابو صالح ابو السرداب ولك اسالوا عنا ولك وين راح شوفوا روح اسالوا عنا وين راحت انا ما سمعت نعم. رضي الله عنهم أجمعين. أبو عمر وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.